السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لجهاز تنظيف الانجكترات واختبارها، جهاز فحص النزلات الانجكتر كلينر الانجكتر تستر ديفايس، هذا الروبنسون جي دي اي 330. طبعا في مرحلتين، مرحلة الالتراسونيك كليننج، هذا حوض التراسونيك فيه موجات فوق الصوتية بينظف الانجكترات وينظف كمان شغلات ثانية مثلا السواميل البراغي، وفي منه احواض اكبر طبعا توفر ان شاء الله قريبا بشركتنا. هذا بالنسبة للانجكتر كلينر، انت بيسع 8 بتفك الانجكترز من السيارة، تمام، تتأكد من الأورينج انه تمام مش مكسور ومش مضروب عشان لما تختبر هون ما يصيرش فيه ليك، تمام. بتعبي هذا ب يعني سائل التنظيف، طبعا هذا سائل الفحص، سائل التنظيف جبنا محمد واحد سائل تنظيف، سائل تنظيف بتعبيه فيه، تمام. وبعدين بتعين الوقت بالطريقة هاي. طبعا شوف، مش بس انه بتحط الانجكترات هون بالطريقه، يعني حطيت الانجكترات الثمانيه هون، بدك توصل إلهن اشاره كهربائيه رح وتشوف شو نوع الانجكتر، هل هو جي دي اي دايركت انجكت ولا الفيول ستريت انجكشن اللي هو الحقن المباشر، او الستاندر اللي هو الاف بي اي العادي الستاندر الكهربائي العادي. بتقول له من هون مثلا اوكي اذا العادي، بعدين بتقول له مثلا والله بدك تفحص انت سبري فلو ولا بدك مثلا ليكج، راح نحكي عنهم بعد شويه. وهذا الالتراسونيك كليننج، تختار الالتراسونيك كليننج انه تنظيف التراسونيك، بتقول له اوكي من هون، هو ببلش شو بيسوي؟ بقول لك كلين انجكترز التراسونيك باتش 10 دقائق، هذا الريكومندد من الجهاز، بتقول له اوكي. هلا هو رننج، بعطي اشاير، انت مش شوف فاشل اشاير، لو جبت انا اوسيلوسكوب برسم الاشاره من هون، طبعا عشان انت توصلها على الانجكتر، قد يكون مثلا وصلت الانجكتر مختلفه، فهم مزودينك بكوابل، هاي الكوابل 8 كوابل لكل واحد، تمام، بتوصله بالطريقه هذه. وبتوصله من الجهة الأخرى بالإنجكتر كلينر. ولو بدك بيكون في عندك بنات، يعني في عندنا كت، إحنا خلينا نراويهم ويا رب، تعال معي حسين وقف. هذا كت مثلا جدا ممتاز، بيساعدك بكوابل كثير. شوف إله زي النيدلز هون بتوصل، يعني هو عبارة عن توصيله فقط. شوف مثلا إله وصلات مختلفة عندك هون مثلا، طلع يعني بتستخدمه استخدامات كهربائية كثير. شوف هاي مثلا يعني بالطريقة هاي مختلفات، ولكن تمشي معاك على أكثر من شيء معين. هذه كت توصيلات بيساعدك. ركبنا الانجكترات بالطريقة هاي، وصلنا له الكوابل بالطريقة هاي، واخترنا الفحص، حددنا هل هو دايركت انجكت ولا الانجكترات العادية، اعطينا اشارة لا تشغله الا اذا كان السائل مليان فيه، لانه احتمال بيخربه صراحة، تمام. طبعا هاي الكوابل ما بدهاش تنغمر هون عشان ما تخربش، بدك تكون من فوق جاي على الانجكترات وتبلش تنظف بالطريقة هاي. هاي هون العلامة البيضاء هاي، قولوا معي انه يكون فاضي، ما بدناش يكون فاضي، اهم شيء يكون في هذا. وبعد ما تخلص انت تنظيف الانجكترات ينصح بتغيير الفلتر، وبعدين بتجيب بتركبهم هون. طبعا في نوعين من الانجكترات، الانجكترات الستريت، الستريت طبعا من هون، خليني اراويكم، طبعا من هذه هنا هالمدخل المانيفولد تبعها، هذا الاوتلت من هون طالع من هون، بالله ورجيهم كلمة اوتلت، وارجيهم الاوتلت، هذا من هون طالع من هون، وانت بتشبكه بالطريقة هاي، ها يعني بتحرر الكيبل هذا، احنا مربوط بس ها، بتحرر بالطريقة هاي، بيكون راكب هون، حلو؟ هذا بيكون راكب هون، بتكون هاي اللي واقفة وقوف، بتكون الانجكترات بالطريقة هاي، حلو؟ أو بالطريقة هاي من هون، هاي البلقات تبعتها بركب عليها الانجكتر بالطريقة هاي، هذا ريل عادي زي كومون ريل زيه زي اللي تبع السيارة بيعطيه، طبعا طلع هم شو معطينك؟ معطينك معاه مثلا هذا النيسان 324 ادابتر، هذا دايركت انجكت الكبير، هذا عندك كون مثلا فوكس واجن، عند يعني معظم الانجكترات اللي مطلوبه موجوده معاه اصلا، حلو. هاي الهكسادانجل سليف، هذا هون عندك مثلا شو هاي، هاي فور فيول توب سبلاي، هذا الفيول توب اللي قلت لكم عليه، الفيول توب، في منه اللي هو السايد حسب بتختار البلاك المناسب، اذا ما عندكش بلاك كلام وبدك تسويها بتقدر تفصلها بالمخرطه، تعطيهم المقاس تبعها بيفصل لك اياها، هي عباره عن بس ثريد والهول تبعتها من الجهه المقابله. بعدين تختار تختار من هون ار يو شور يس اكزيت، بعدين من هون تختار، يعني شوف يا اما تختار السبري ابيليتي فلو تيست، السبري ابيليتي فلو تيست ببين لك الثمان انجكترات تضوله، والله يصور ايدي هون وبتيجي وهن برشن الثماني، فانت بتعرف والله الضخ مالتهم هل هو منتظم ولا لا. لو نشوف المانيوال هون راسمين هم، يعني مثلا رسمه اذا كان كويس او لا، لحظه شوي
شوف هاي هاي اللي داير يعني قلت لكم عليها انه هي اللي هي الستريت او الجي دي اي من هون تيجي بشكل مستقيم وهاي السايد طلع السايد من هون. بس خلنا اورجيكم مثلا هاي هاي الرشوف هاي اللي برشن قاعدات بشكل منتظم بشكل كويس ببين معك اللي برش بس على الجنب مسكر من جهه معينه ببين. طبعا في طقم اصلاح طقم اصلاح اللي هو هذا وين طقم الاصلاح يا شباب هذا طقم الاصلاح شوف هذا معاه فلاتر 200 فلتر ومعاه الربرات ومعاه كل شيء تمام. هذا بتقدر تغير الفلاتر انت وتغير الاورينج المناسب للانجكتر تمام. هلا من هون بتقول له الليكج تيست. الليكج تيست شو بيسوي؟ بضغط يعني بضغط هو بيعمل بريشر على الجي دي اي انجكتر كلينر تمام بسكرهم بس بيعمل ضغط على الريل بحيث يشوف انه هذا بيعمل ليك ولا لا. اتوقع الستاندر دروب كل دقيقه اذا عمل نقطه واحدة عادي هذا بكون ستاندر. بدك تشوف المانيوال تبع الانجكتر عادي ما بهمش اذا كان واحد دروب افري 1 مينيت. وهاي هون عندنا الاوتو كليننج تيست هذا اوتوماتيكلي بفحصه على على مثلا 4000 ار بي ام على 5000 ار بي ام بيعمل تسارع عليه بيعمل وبعدين بيختبروا يعني ليك تيست كل شيء يعني بشكل اوتوماتيكي. وهاي هون اخر اوبشن اللي هو اون فيهيكل كليننج. اون فيهيكل كليننج انك تستخدم هذا ينظف لك على السياره. كيف تستخدم على السياره تمام خلينا اشرح لكم ورجيهم هون بس ايوه هاي الاوت اللي شايفين هون هذا بتطلع بتاخذه وين؟ بتاخذه على السياره بتاخذه سولونويد من هون وبتدخله على انجكترات السياره وهي على السياره والخط الراجع بترجعه هون بصير هذا وسيط ما بين السياره وما بين الـ يعني الانجكترات بحيث يبين لك انه ينظفها ويختبرها على السياره. عمليه تعبئه الفيول من هون هاي من هون تقدر تعبي فيول تقدر من هون كمان تعبي فيول عادي ما في مشكله. وهذا الانديكيشن تبع الماكسيمم ليفل تبع الفيول. وهيك بنكون شرحنا عن جهاز تنظيف البخاخات. هاي ماده التنظيف ماده التنظيف لازم تكون خفيفه بشكل بحيث انه ما تسكر الطرمبه اللي هون وتختبر بشكل كثير كويس وما تكونش ميه او هذا عشان ما يصديش. يعطيكم الف عافيه.